السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة المهندس للمعلوميات، في هذا الفيديو سنرى جهاز SBS Virtual Reality Glasses الذي يمكننا من رؤية الأفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد. سنرى في هذا الفيديو كيف يعمل هذا الجهاز وما هي أنواعه. إذن بالنسبة لهذا الجهاز فهناك عدة ماركات لهذا الجهاز، كاين SBS، كاين سامسونج، كاين بزاف عدة ماركات ديال هذا الجهاز. هذا الجهاز فهو باسيف، يعني ما فيهش الضوء، ما كيخدمش بالضوء، فهو كيخدم يعني يمكن كنخشيو غير التليفون هنايا وكنشوفوا الفيلم 3D، اذا فهو باسيف. هنا فيه عدستين باش كنشوفوا يعني الافلام ديالنا، هنا هذا باش كنشدوه في الراس ديالنا، وهنا يعني كنجبدو هذه من هنايا، كنجبدو هذه هنايا وكنخشيو الهاتف هنايا بهذه الطريقه. كنخشيو الهاتف ديالنا بهذه الطريقه، ومن بعد وكنخشيو الجهاز ديالنا هنايا بهذه الطريقه حتى كيتخشى الجهاز. اذا ها هو التليفون تخشى هنا. الان كنديروا شي فيلم 3D، كنديروه هنايا، كنديروا شي دونك ضروري خاص ان فيلم 3D بحال هذا، كاينين في اليوتيوب. دونك هاد لي فيلم 3D كيكونوا فيهم لاك ليكرون بارطاجي اون دو سور، يعني كتكون بارطاجي اون دو اون دو زيكرون، باش كتكون وحده كل اوبتيك. حيت هنا كاينين عندك دو اوبتيك، جوج عينين، يعني كل اوبتيك كتشوف ان فيديو. دونك فوالا كيكونوا هكا مصوبين 3D، حيت الا درتي ان فيلم 2D ما غاديش يبان لكم مزيان، غيبان لك عادي. ان فيلم عادي خصو يكون 3D بحال هذا. دونك هذا في التليفون، ومن الاحسن يكون حتى الصوت في الكاسك باش كنتمكن يعني من العيش يعني هذيك اللحظه بحال 3D، يعني كنحس بحال كنتفرج، يعني كلشي 3D. كيكون كاسك فيه الصوت مزيان باش كنعزل على العالم تماما، ما كنبقاش نسمع الاصوات اللي كاينه حدايا، كنبقى نسمع غير يعني اعيش في الفيلم 3D وفي الصوت اللي الكاسك كيقربوا ليا تقريبا 3D، لان يعني الكاسك خصو يكون حتى هو ماركه مزيانه وفيه يعني كاع لي فريكونس كيخرجوا كاملين تقريبا، فيه الباس والميديوم والهوت فريكونس. دونك هذا كيتكونيكتا يعني بلوتوث مع التليفون. فاش كيتكونيكتا بلوتوث مع التليفون صافي كنبقى نسمع الصوت ديال التليفون اللي كاين هنايا، ومن بعد صافي عندي لا فيزيون 3D. دونك هذا هو كل شيء، يعني ساهل استعمال. هذا كيتعلق في الراس والتليفون راه داخل هنايا صافي، وكنبقى نشوف الفيلم 3D. يعني هذا واحد الريغلاج خفيف ديال لي لونتي، الا نقدر نقادهم شويه واحد شويه نقدر نقادهم باش نقادهم مع العينين ديالي باش نشوف لا فيجن مزيان. فقط كيف ما اشرنا يعني قبل ان الجهاز باسيف، يعني ما فيهش فيه غير لي لونتي صافي، لوبتيك صافي، ما فيهش شي حاجه الكتريك. دونك هذا SBS، هذا يعني مزيان، يعني الرؤيه ديالو حتى هي مزيانه مخيب. كاينين يعني جهاز سامسونج وداكشي احسن منه في الرؤيه، يعني كتكون يعني كتحس يعني مزيان بانها 3D احسن من هذا، ولكن هذا يعني مزيان بالنسبه يعني الناس اللي عندهم يعني ما، لان سامسونج غلى منه شويه في الثمن، هذا تقريبا شي 220 درهم. الا كان سامسونج يعني كيوصل حتى 1000 درهم، هذا بالنسبه لي انا مزيان، يعني في الرؤيه ديالو 3D كتشوف الفيلم مزيان. وبالنسبة للرابور كاليتي بري مخير، يعني مزيان. كنتمنى تكونوا يعني استفدتوا، اللي بغى يشري يعني هذا الجهاز يعني يقدر يشريه بكل سهولة، يشوف حتى هو لي فيلم 3D ويحس يعني بداك الإحساس ديال كتشوف شي فيلم اون 3D. إلى اللقاء وفي فيديو جديد إن شاء الله.